مساء الخير أعزائي مشاهدين قناة اتش بي سي الصحة والجمال، معاكم ندى عطية في برنامج الحكاية مع ندى. حكاية النهاردة مع دكتور أخصائي، و احنا هنعرف معلومات كتير قوي معاه، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل والتغذية العلاجية ودكتور في جامعة ام اس اي، الدكتور أحمد رأفت أحمد. أهلا بك يا دكتور دكتور أحمد، أهلا بحضرتك. دكتور علاج طبيعي وتغذيه علاجيه وحاجات جميله جدا، يعني احنا محتاجين نعرف عنك شويه معلومات اكتر عن الاخصائيه العلاجيه النفسيه، وهو كل حاجه. الله يخليك. فتخصصات العلاج الطبيعي تخصصاتها كتير قوي، يعني مش عارفه ابدا بايه وانهي بايه، بس ليه علاقه بالكبار وبالاطفال، ومن ضمن التخصصات دي ان احنا بنساعد في علاج اللي ما بعد العمليات واللي بعد مرض السرطان والجراحه والعظام والاعصاب. عايزين نتكلم عن كل التخصصات دي. عايزك بس تشرح لي اول حاجه، ودي اهم حاجه، مرض السرطان. طيب مبدئيا كده، هو احنا طبيعي جدا مرض السرطان بيكون العلاج بتاعه يا اما كيماوي يا اما اشعاع يا اما عمليه عشان استئصال السرطان نفسه. بالظبط. فطبعا كل الحاجات اللي احنا قلناها دي بتاثر على جسم الانسان بشكل كبير جدا، ان هي يا بتنقص الفيتامينز والمينرالز المعادن اللي جوانا، فالفيتامينات بتقل، بيحصل هلكان في العضلات طبعا من الاشعاع او من الكيماوي. ثاني حاجه واهمها، العمليه نفسها بتاثر على مفصل سواء حسب مكان العمليه. أوكي. يعني مثلا زي استئصال الثدي كده بيأثر على الكتف اللي جنب الثدي اللي حصل له مشكله. تمام. لان ده خلاص في عمليه حصلت، فالعضله بتفقد حوالي 90% من قوتها. وبيبدا يحصل ان شكل الجسم نفسه بيتغير، لان طبيعي طالما جزء اتشال فالجسم بيبدا ياخد وضع تعويضي. بعد اي عمليه عامه برضو هتلاقي ان الكتف ده بيروح في ناحيه جوه، بيبدا يتاثر الكتف وما بيتحركش طبيعي. هنا دورنا احنا كعلاج طبيعي ان احنا بنرجع المدى الحركي في المفصل دوت ونمنع ان يحصل له تيبس. تاني حاجه ان احنا بنقوي العضلات اللي حصل لها ضمور او شغل كتير عليها بسبب الكيماوي او الاشعاع او العمليه نفسها. بس طبعا كل العلاجات دي بتكون بعد لما يكون خلص علاج الكانسر نفسه، ما ينفعش تكون ما يكون موجود كانسر لسه ويشتغل اي حاجه دلوقتي. حضرتك بتبقى عارف من قبل ما يدخل العمليه، يعني انت بتبقى متابع مع، يعني بيبقى في مثلا دكاتره بيبلغوك قبلها ان في عمليه هتتم، فبنبدا نتابع الحاله من اولها لاخرها من قبل ما تخش العمليات هو ولا ده بعد؟ المفروض ده الصح. بس للاسف احنا هنا في مصر شويه الكونتاكت ما بين الطبيب والدكتور العلاج الطبيعي والمريض بيكون بعيد شويه، لان طبعا المريض منفصل نفسه بعيد جدا شويه. لان ممكن المريض مثلا يعمل عمليه في معهد او رام في التجمع واحنا شغالين في حته تانية وهكذا. فبتلاقي الموضوع بعيد شويه حته الكونتاكت ما بيننا من بعض. بس طبعا في اكيد دكاتره بتتعامل معانا مباشر، وده بيكون مبلغنا طبعا بالحاله وحصل ايه وايه اللي عمله، وبالتالي احنا بنكون عارفين هنشتغل ايه ونجيب نتيجه اسرع. بيكون ده افضل طبعا، بكتير يعني بالاتفاق بيكون افضل. افضل بكتير جدا، كل ما نكون تيم ورك احنا والمريض والدكتور بيكون النتيجه احسن نتيجه ممكنه. بيبقى بعد تقريبا العمليه بقد ايه؟ يعني بيبقى في مرحله استشفاء اللي هي بعد العمليه، ممكن يومين ثلاثه بس بعد العمليه عشان لو في اي حاجه او اي اثار جانبيه، بس بنبدا على طول من بعد العمليه مباشره. ده في مرضى السرطان او العمليات او الجراحات عامه، بنبدا في كل الجراحات على طول بعديها مباشره، حتى ولو حاجات بسيطه في الاول حسب طبعا نوع العمليه وحسب الحاجه اللي اتعملت بيبقى ليها حاجات معينه بتتعمل. بس في الاساس احنا بنبدا اول حاجه ان احنا لازم هنحرك المفصل ولو حاجه بسيطه، لان لو سبت بيحصل تيبس. فعلا ده انا يعني بسمع طبعا معلومات شكلها خاطئه 100% ان احنا لازم نهدى بقى شهر شهرين وثلاثه. احنا اللي بنهدى عليه هو الجرح نفسه، مش بنشتغل عليه في الاول، لان لسه في خياطه، فما ينفعش ان احنا نشتغل على الجرح فممكن يفتح تاني. لكن بنشتغل حوالينه في حاجات تانية او مناطق اخرى اتاثرت طبعا بالعمليه. بعد اسبوعين ثلاثه بنبدا نشتغل تدريجي بسيط على الجرح، وممكن بعد شهر او ما خلاص بقى الخياطه تتفك بنبدا بقى نشتغل على الجرح نفسه كمان، لان احنا كعلاج طبيعي لنا دور ان الجرح ده ما يسيبش اثر. يعني ده فعلا؟ جدا. دي بوينت مهمة جدا يا جماعة. جدا دي. جدا دي مهمة، محدش برضه هنا في مصر عارف برضه الموضوع ده قوي. دي حقيقة. محدش بيركز فيها، احنا الحروق والجراحة لينا دور معاهم كبير قوي. هو ده اللي انا يعني الجروح دي، يعني هو بنسمع بقى ان في فراكشن الليزر وبالليزر وتحطي كريم وبتاع، محدش بيجيب سيرة العلاج الطبيعي في الموضوع خالص. هي عشان محدش بقى لسه الثقافة في مصر ما وصلتش للمرحلة دي قوي. بس هي لا، العلاج الطبيعي له تأثير على الجروح نفسها، وبنمنع ان هي تكون شكل السكار او الشكل ان هي تبقى عاليه، وبنحاول قدر الامكان برضو باجهزه معينه وبطرق معينه منها الليزر طبعا. أوكي. ان احنا بنخليه ملوش اثر، يبقى حتى لو بسيط قوي بيبقى خط لونه ابيض خفيف جدا ما بيبانش في اي حاجه. ده هايل. طب ده بيبقى امتى؟ يعني نبدا بقى في حته الجروح دي امتى؟ بعد لما نفك الخياطه، يكون الجرح لم
والخياطه اتفكت. يعني الخياطه بتفك ممكن اسبوع مثلا وساعات ممكن شهر وممكن شهر حسب العمليه. قصدي يعني لو اسبوع برضو عادي. اه ما اول ما الخياطه تتفك معناه ان الدكتور شايف ان الجرح خلاص كده قفل وهو لم. طبعا هو مش لم 100% بس لم بنسبه كبيره فبيفك الخياطه. بنبدا احنا نشتغل بقى تدريجي مع طبعا مرور الوقت والجرح وصل ان هو خلاص قفل تماما ونشتغل باقصى طبعا قوه ساعتها. بس في البدايه بنشتغل بشكل تدريجي ان احنا نمنع اصلا ان الجلد يلم على بعضه ويبدا يسيب الاثر ده. زي برضو حالات الحروق، ما ناس كتير ما تعرفش ان حالات الحروق ليها علاج طبيعي مهم جدا. ده برضو معلومه جديده. اه ده اساسي جدا لان برضو الحروق بتعمل مشكله ان الجسم نفسه اللي اتحرق او المفصل بيبدا ياخد الوضع ده المريح ليه. لو مثلا اتحرق هنا فهو بيبدا ياخد ايده كده ويفضل قاعد كده لان هي تعباه. تاني حاجه الجلد بيتجدد من جديد فبيبدا برضو ايه على قصير فيجي يفتح ايده ما يعرفش. فدورنا مهم قوي من بعد حالات الحروق طبعا بعد الجزء الطبي احنا بنشتغل علاج طبيعي عشان نرجع المدى الحركي للمفصل والعضله نفسها ترجع بقوتها والبني ادم يرجع يعيش حياته طبيعي جدا من غير اثار جانبيه. اوكي طيب دكاتره العظام معظم يعني هو مصر كلها دلوقتي مش معظمها. اوكي الرقبه الظهر القطنيه من القعده بتاعتنا. ده حقيقي. معظم الناس ما يعني ما بتبقاش الحاله مستدعيه ان احنا نروح لدكتور عظام فبيروحوا دايركتلي للدكتور او اخصائي العلاج الطبيعي. تمام. بعدها انت ممكن تنقله لدكتور عظام؟ بيبقى في حالات معينه بتحتاج ان احنا نرجع تاني لدكتور عظام؟ مبدئيا كده واحنا في الاول لما بيجي البيشنت او بيجي المريض عندنا بنشوف التشخيص التقييم بتاعنا كعلاج طبيعي. لو لقينا الموضوع زي ما حضرتك قلت كده هي حاجه عضليه مش حاجه اصلا عظم قويه او ان في اعراض ثانيه في ريد فلاجز معينه كده احنا بنبص عليها، لو لقيناها احنا مش هنشتغل معاه ونحوله الاول لدكتور العظام او دكتور المخ والاعصاب المسؤول عن الكيس. اه في حالات بنقف عندها يعني لازم نقول له لا لازم ترجع لدكتور المخ والاعصاب او دكتور العظام يعمل تشخيص مناسب للحاله ونبدا احنا نشتغل، لان برضو العلاج الدوائي مع العلاج الطبيعي الاثنين بيكملوا بعض. انما لو كل واحد لوحده لا ما ينفعش كل واحد لوحده يعني. ساعات كتيره جدا ممكن الدكتور يدي ادويه مضاد للالتهابات ومسكنات ده مش علاج للمشكله اللي موجوده لان المشكله اصلا عضليه. وانا ريحت الالم اه وحسيت ان انا افضل بس انا كده ما اتعالجتش، لان كانت مشكله مثلا ان عضلاتي شاده، عضلاتي قصيره، في عضلات بتبقى ضعيفه فانا محمل على عضله ثانيه فبيجي لي هيرجع الالم ثاني بعد شويه. انا كده ما خفتش. علشان احنا ما عالجناش المشكله نفسها. فلكن لما ياخد الدواء مع العلاج الطبيعي بقى والتقييم بتاعنا ان احنا بنشوف مثلا المفصل ده في عضله ضعيفه محتاجه تقوى عشان دي اللي شغاله اكتر، طب هل دي ضعيفه ودي مثلا شاده فمديش مديه مجال حركي مناسب فبالتالي بيرجع الالم ثاني، هنا احنا بنعالج الجسم كله كميكانكس، ان انا بشوف المفصل ده المفروض بيشتغل ازاي من الجنب ده ومن الجنب ده وايه العضلات اللي شغاله عليه وبالتالي لازم اخليهم كلهم شغالين مع بعض بشكل مناسب. هنا ما يرجعش الالم ثاني. وكمان اهم حاجه ان احنا بندي المريض ساعتها هوم بروجرام يمشي عليه، ان في البيت في تمارين معينه لازم تعملها. لو عملتها زيها زي الدواء والروشته يعني في الجلسه حاجه وبره الجلسه وبره برضو في حاجات بقى لازم تعملها. لو عملتها صح هتخف بسرعه وهتلاقي نفسك بعد كده عارف ازاي احافظ على المفصل ده او المكان اللي كان عندي فيه اصابه ما يرجعليش تاني. اللي بيحصل طبعا في مصر ان اول ما عيان يحس ان هو خف او حس ان هو الالم راح يوقف ويسيب نفسه تاني شويه ويرجع يقول لك انا رجع لي نفس المشكله تاني من اول وجديد. فهي ممكن تتحل وما ترجعش تاني لو احنا فضل بقى خلاص ان احنا بنسيب له مثلا في الاخر تمرينين ثلاثه واظب عليهم بقى مدى الحياه كده وحاجه بسيطه مش حاجات تمارين اللي هي زي الجيم يعني بس حاجات بسيطه واظب عليهم عمرها ما ترجع لك المشكله دي تاني ابدا. طيب المخ والاعصاب. حلو. دكاتره المخ والاعصاب احنا عندنا مشاكل كتير قوي تحت بند المخ والاعصاب. حقيقي. شلل الفك السابع. عندنا بيروح لدكتور المخ والاعصاب يعني لو حد بقه فك وجعه بيروح لدكتور المخ والاعصاب. لو في الم في الراس بيروح لدكتور المخ والاعصاب. ودني وجعاني طيب الاذن الانف والاذن والحنجره يحولوا لمخ واعصاب لو ما فيش مشكله. صح. ما بنفكرش في حته بعد المخ والاعصاب لا هو يا جماعه هو في حاجه غلط انت محتاج تعمل تمارين معينه او في بقى علاج طبيعي مهم جدا بعد المخ والاعصاب ده مهم قوي لان كده كده دكتور المخ والاعصاب احنا دايركت ريليشن ما بيننا وما بينه هو شغال معانا قوي قوي يعني دايما تلاقي دكتور المخ والاعصاب في حالات الشلل بيقول لهم مالكوش حل غير العلاج الطبيعي ولازم تروح تستمر معاه 6 شهور لسنه حسب المده وحسب الاصابه اللي هو شايفها ساعتها. واحنا قدر الامكان بنحاول نسرع عن كده شويه لو المريض مستجيب وبيساعدنا. يعني احنا مريض الشلل النصفي مثلا في خلال 3 شهور بيكون رجع مشي تاني لو هو بدا بعد الاصابه مباشره. يعني هو بتفرق التوقيت اللي بدا العلاج فيه جدا. ما هو لو جلطه حصلت وجاله الشلل والحمد لله راح المستشفى وحلوا له موضوع الجلطه دكتور المخ والاعصاب شافه وقال له انت تقعد 6 شهور او سنه عشان تتعالج. بيجي لنا ساعتها بنبدا معاه من بدري جدا
بيوصل ان هو في خلال شهرين ثلاثه بيكون خلاص رجع يمشي وبدا يحرك جزء كبير من ايده بس مش كلها. ست شهور بيكون حرك معظم ايده، واللي بيتبقى معانا ساعات دايما هي الفينجرز. لا والفينجرز في الحركه الفاين الالم والكلام ده ممكن يطول معانا شويه، انما في الحياه بقى الطبيعي ان هو يرجع لحياته، يخش تويلت، ينزل السلم، يروح يخرج، خلاص بيرجع شبه نورمال. ده امل جميل قوي يا جماعه، يعني للناس بجد اللي بيحصل لها يعني شلل او كده يعني انجزوا، يعني ما تطولوش، لان التاخير بقى بيؤدي الى ان الموضوع ما بيجيش في 3 شهور، ده ممكن يقعد سنه وممكن يقعد اكتر، لان هي دي المشكله. هو اتاخر فبيحصل ان هو بياخد وضع معين ثابت، ففي عضلات بتبدا تقصر، عضلات بقى لها فتره مش شغاله اصلا، عشان احنا نرجع نشغلها تاني هتاخد مننا مجهود ووقت اكبر. هي دي المشكله دايما، التاخير مش حلو. يعني العصب السابع اللي بيجي له من العصب السابع والوش بيبدا يتعوج، ده هيزيد كمان الفتره الجايه بتاعت الخريف والشتاء دي، عشان البرد. ايوه عشان الجو ساقع، الناس تبقى نازله واخده دش سخن او متغطي طول بالليل ومتغطي نفسه، ينزل في الهواء الساقع وفي العربيه يخبط في دوار الودن هنا وهو العصب جاي من هنا، فبيحصل التهاب. نتفاداها ازاي بقى؟ اولا نحاول قدر الامكان ان احنا الهواء الساقع الصبح ما يبقاش خابط في وشي وانا بالذات راكب العربيه. تاني حاجه بلاش ميه سخنه كتير الصبح قوي وانزل مره واحده في هواء ساقع، يفضل ان اشرب ميه ساقعه واغسل وشي بميه، مش هنقول ساقعه قوي ولا فتره، يعني حاجه بسيطه عشان ما تحصليش المشكله دي. لكن لو حصلت وتم تشخيص ان هو عصب سابع التهاب، العلاج الطبيعي بياخد اسبوعين بالظبط يكون رجع نورمال. تمام، احنا معنا اتصال احمد من الشرقيه. احمد ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك. حضرتك انا كان اتصال للدكتور. اتفضل. جدتي طبعا هي كبيره في السن وسمعتي. احمد صوتك مش واضح. بقول لحضرتك انا كان عندي جدتي كبيره في السن بس وزنها كتير، فطبعا جت سكر عليها ده. الصوت مش واضح خالص يا احمد، معلش انا بعتذر لك، حاول تكلمنا تاني لان الصوت مش واضح خالص. تمام، فاحنا زي ما قلنا برضو العصب السابع اسبوعين بالظبط اول ما يتم التشخيص بيتلحق وبيتلحق بسرعه، 6 جلسات بيكون مخلص. اللي بيتاخروا اسبوع واسبوعين ويقولوا هنروح طب شويه طب بكره ممكن ياخد شهر. يعني مده العلاج بتختلف على حسب انا بدات علاجي امتى. يعني اخرت في ان انا اشخص الحاله وان انا احدد انا رايح اني تخصص، ده حقيقي. كل ما اتاخر كل ما المده بتطول، فبالتالي عشان احنا نحله هناخد وقت اكبر، انما لما تكون من البدايه الموضوع بيبقى اسرع بكتير. معانا جانو من القاهره. الو. ايوه هاي. أيوة دكتور اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، لو سمحت يا دكتور انا عندي العمود الفقري اخر كام فقره فيهم الم شديد ليهم كام شهر، وبعد كده ببص لقيته مقوس يعني داخل لجوه زي الهلال، فهل ده في مجال انه عايز علاج طبيعي ولا كده عمليه؟ ميرسي ليكي يا جانو، ميرسي قوي حبيبتي نورتينا. طيب هو بالنسبه لمشكلتها هي طبيعي برضو، احنا لازم تيجي الاول نقيم الموضوع، لان هي اللي قالته ده مش مفهوم برضو قوي. هل هو بسبب عضلات البطن ضعيفه؟ هل هي مثلا كانت حامل ولسه والده قريب او من شويه، فبالتالي ده هياثر على عضلات بطنها وعضلات ظهرها، فهي كانت واخده الوضع ده. بس فكره ان الظهر مقوس، هل لجوه ولا لبره؟ مش مشكلتها بس لوحدها، مشكله ناس كتير جدا تحس ان الظهر زي ما يكون فيه اتب. ما هو الاتب ده من فوق، هي بتتكلم من تحت، ومن تحت بيبقى بيبصوا في الاشعاعات مثلا لو حد وقع او كده تحس ان هو في، هو المفروض الظهر من جوه يكون مقوس لجوه، الظهر من تحت والرقبه المفروض يكونوا واخدين تقويصه كده. بس احنا طبعا مش عايشين كده، كلنا صح. عايشين احنا تحت، كلنا عايشين كده، عايشين كده كمان دلوقتي عشان الموبايل، فدي للاسف هي اللي بتخلي الغضروف يخرج ويضغط على الاعصاب. تمام، احنا برضه لازم نفهم منها هل في اي اعراض ثانيه غير كده ولا هي بتتكلم بس كفكره تقويصه. يفضل يعني يا جانا انك تزوري الدكتور في العياده وهو يبلغك بقى ويشخص الحاله مظبوط عشان تاخدي التشخيص صح. طيب في حالات ينفع ان هي تتعمل علاج طبيعي قبل عمليات؟ يعني في حالات معينه بتبقى انت عارف ان هم هيعملوا عمليه، ففي وقت ما بيبقوا محتاجين حاجه تساعد على نجاح العمليه دي. ده اكيد، لان برضو زي ما اتفقنا كده احنا دلوقتي اي عمليه هتتعمل لازم قبلها هيفتح في عضله او هيفتح في مكان في مفصل، فبالتالي هتفقد 90% من قوتها. لو انا جيت قبل العمليه وعملت علاج طبيعي مثلا لمده شهر، انا بقوي العضله دي، انا طبعا بعرف ان هو هيعمل عمليه، فبقوي العضله بشكل كبير جدا عشان لما يحصل ان هو يفتح فيها ويخلص العمليه تلاقي العين رجع لمستواه الطبيعي، مش تدهور وبقى مش قادر يتحرك مثلا او مش قادر يمشي. في حاجات مهمه جدا زي الرباط الصليبي، من افضل حاجه ان هو يعمل علاج طبيعي قبل عمليه الرباط الصليبي اصلا، عشان خاطر احنا بنفرد الركبه بشكل معين ما بتبقاش بتتفرد للاخر. فاحنا بنجيب اخر كام درجه من دول وبنقوي العضله الاماميه كويس، فبعد العمليه بتلاقي المريض بيمشي اسرع،
مين اللي ما عملش علاج طبيعي قبل العمليه؟ دي بوينت مهمه برضو جدا، يعني انا بسال علشان المعلومات دي بجد يا جماعه بتفرق معاكم لاي حد يعني داخل على العمليه. العلاج الطبيعي قبل بيساعد ان الريكفري يكون احسن بعد العمليه. بالظبط كده، الريكفري بيبقى افضل واسرع، ما باخدش وقت كبير، ما بحسش ببين او بالم زي الشخص اللي ما عملش. وكمان بيخلي الشخص عارف ان هو مش هيطول، يعني مده العلاج لما بتبقى طويله بتخلي الواحد يبقى زهقان. أيوة. بالظبط بيزهق، ودي بنشوفها كتير. طيب جهاز الليمفاتيك درينج. اوكي، جهاز الليمفاتيك درينج دلوقتي، جهاز الليمفاتيك درينج ده دوره ان احنا عندنا سائل ليمفاوي ماشي في الجسم، ده اللي مسؤول ان هو بيخرج السموم اللي من الجسم. طبيعي انا لما بعمل عمليه او زي السرطان وعمليات استئصال الثدي، هم بيشيلوا الليمف نودز او اللي بتخرج الليمفاتيك نودز، دي هي اللي بتخرج اصلا السائل الليمفاوي بره الجسم. بالظبط. فلما بتتشال بيبدا يحصل مثلا في ان الدراع نفسه بيورم. فده الجهاز ده بيتحط عشان يسرع من عمليه تصريف السائل الليمفاوي، ده غير ان هو احنا بنستخدم بقى طبعا في وسائل تانية زي المساج نفسها، الليمفاتيك مساج بنعمله عشان نخرج السائل ده اسرع، وفي كمان رابنج او بطريقه معينه بنربط الدراع بشكل معين عشان ما يرجعش تاني فينتفخ الانتفاخ ده. تمام. احنا معانا رقيه. ايوه تمام. ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله والله تمام. قولي لي، تسالي الدكتور على ايه؟ انا طالبه في ثانيه ثانوي وعندي مشكله في رجلي على طول. ايه المشكله؟ قولي لي. اللي هو انا من اقل مجهود بتعب ورجلي على طول وجعاني. طب بتنمل؟ لا مش بتنمل. طب الوجع شكله عامل ازاي؟ بتوجع منين؟ هي كلها انا عملت تحاليل اللوز وكده ومفيش فايده برضه، ما طلعش فيه لوز. تمام. طيب انت في ثانيه ثانوي كنت عامله عمليات قبل كده يا رقيه؟ لا. تمام. طيب لا، بالنسبه لرقيه الموضوع بسيط، هي غالبا رقيه ما لعبتش رياضه خالص قبل كده صح؟ لا، كنت انا قعدت كام شهر كده لعبت كونغ فو كده بس، ما لعبتش حاجه تاني. ايه؟ مفيش رياضه مستمره فتره كبيره وانت صغيره؟ لا. تمام. هي مشكله رقيه حاجه تمام. بسيطه. ميرسي يا رقيه، ميرسي حبيبتي. ان هي دلوقتي هتلاقي عضلاتها الخلفيه كلها قصيره وهي ما تعرفش، لان المفروض المدى الحركي للعضلات اللي ورا دي له رينج معين احنا بنبقى عايزين نوصل له، فهي دلوقتي فعلا؟ اه طبعا، بالذات العضلات الخلفيه والسمانه والعضله الخلفيه اللي في الرجل من ورا دول بيأثروا على الظهر وبيأثروا على الرقبه. هي حاليا مع اقل مجهود بتحس بتعب دي، او لما بتقف كتير بتتعب، بتبقى العضله اصلا هي قصيره فخلاص هي على طول في الشورتند بوزيشن ده مش بتعمل ريلاكسيشن، فمش بترتاح حتى لو هي نايمه، وممكن وهي نايمه تلاقي بتاخد ركبتها وتتنيها كده فهي مأثراها اكتر طول الليل. ايه ده، دي وحضرتك ما شاء الله يعني عرفتها بسرعه جدا. عشان هي ثانيه ثانوي ومفيش اعراض ضخمه قالتها زي التنميل او حاجه، كنا قلنا جامد الظهر، هي كل الكلام اللي لقيته ان بس لما بعمل مجهود بتعب، فده دليل ان العضله اصلا هي مجهده. هي بقى محتاجه اطالات بشكل معين ان احنا نطول العضله دي تاني ونرجعها للمدى الحركي بتاعها الطبيعي، عشان بعد كده ما تبقاش تبدا تاثر على الظهر والرقبه. دي تنفع بالعلاج الطبيعي وخلاص؟ احنا دورنا ان احنا بنظبط ميكانيكلي المفصل اللي فيه مشكله. يا جماعه تحفه والله العظيم، احنا يعني فاقدين اهميه العلاج الطبيعي في حياتنا بجد. ده للاسف هي في مصر فعلا. أيوة، لسه الموضوع بدا ينتشر اكتر عن زمان، بس هو فعلا العلاج الطبيعي ده حاجه مهمه جدا، سواء انا مريض او مش مريض على أيوة فكره. صح، ما هي تعتبر كده، هي مش مريضه، هي مش مريض، بس هي حاسه بالوجع. بس ده اسمه ماسكولوسكيليتال بين او وجع عضلي، لان دي عضلات، فالعضلات زي ما اتفقنا ممكن تبقى العضله الاماميه عندها ضعيفه شويه، فبالتالي اللي ورا عماله تبقى ايه اقوى منها. واللي بيبقى قاعد كده برضه يا دكتور نستغله بقى. حلو. نستغله. حلو. يا جماعه اللي بيبقى قاعد كده ويحس بالحته دي بس اللي وجعاه في رجل واحده. طيب يعني تنميل ولا حرقان ولا وجع شكله عامل ازاي؟ وجع زي شده كده. زي شده. ده معناها برضه ان هو دي مجهده من طلوع السلم او المشي الكتير او الوقوف الكتير، فبالتالي هي خلاص مش قادره، وهو قاعد في الوضع ده هو غصب عنه برضه بيبقى ضاغط شويه على العصب في الحته دي، ممكن يبقى مايل سنه غلط او بيقعد غلط كده كتير. أوكي. فبالتالي بيحصل ان البلفس نفسه بيضغط على جنب وجنب لا، بس بعد شويه بقى خلاص العضلات بتبدا تكاونتر بالانس ده، يعني انا دلوقتي لو الحوض بتاعي قلب كده غصب عني انا مش هفضل اكل طول حياتي. فبيبدا العمود الفقري من فوق يعمل كده، انا حاسس ان انا مظبوط، انما هو واقعيا لا، العظم من جوه مش مظبوط، فالعضلات شغاله في وضع مش مظبوط. تمام. معانا رضوى. الو. هاي رضوى، ازيك؟ اهلا بحضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. دكتور احمد على حاجه بسيطه كده، انا مشكلة انا بخاف من العمليات. كلنا بنخاف من العمليات. بخاف منها. ففي وسيلة انها برضو ما اعملش عملية وادخل عملية وتخسسنيش، لان انا عندي بطن ودي مضايقاني قوي وفي مشاكل منها كتير قوي. ايه طب انتي وزنك كام طيب يا رضوى؟ انا وزني 75 وطولي 56. ده بسيطة يعني يا رضوى خالص، ده هو دكتور التخفيف بسهولة خالص يعني هيقول لنا يعني يا رب الحلقة تكفي، هنرد عليكي يا رضوى.
هو مبدئيا كده موضوع العمليات اللي بتخاف منها، طبعا في ناس كتير بتخاف من العمليات والبنج والكلام ده. طبعا في حاجات بنقدر احنا كعلاج طبيعي ان احنا نعمل لها تخسيس موضعي باستخدام جهاز الكافيتيشن او الراديو فريكونسي والكلام ده كله. ده بيقلل الدهون شويه وبيظبط شكل البطن وشكل الاماكن اللي فيها دهون كتير. وفي دي استخدامات معينه، بس الفكره كلها ان لو الموضوع وصل ان في ترهل في الجلد او ان العضلات نفسها خلاص يعني بعد الحمل بالذات كمان بيبقى حصل اوفرلود، فطبيعي دي ساعات لازم في عمليه عشان ان هم لازم يظبطوا شكل العضله والجلد. حضرتك بتكتبها مع الادويه وكده ولا بتبقى الراديو فريكوينسي؟ الراديو فريكوينسي ده جهاز زي الالترا ساوند. لا قصدي بتكتب معاها مكملات، يعني مكملات غذائيه او حاجات. المكملات الغذائيه احنا نديها كده كده، ده في حاله نقص الفيتامينز والمينرالز، انما عشان انا مع الدايت ما تضعفش. انا مش بفضل فكره ادويه التخسيس لان هي اما بتشتغل على المخ، هي بتشتغل على حاجه معينه في الهرمونز، يا اما انا جسمي لو هي حتى بتشتغل بس على حرق الدهون فانا بتعود عليها. بعد ما بوقفها الجسم بيرجع بشراهه اكبر فبيرجع يتخن تاني. انا الحلقه خلصت، انا متضايقه جدا، انا عايزه اسال اسئله كتير جدا. ان شاء الله تنورنا مره تانية يا دكتور. كان معانا دكتور احمد رأفت اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه، وكان عندي اسئله كتير جدا ما لحقتش اسالها. ان شاء الله ينورنا مره تانية. كان معاكم الحكايه مع ندى عطيه. استنيكم المره الجايه. باي باي.